قد عقدت هيئة استشارية طبقا لمدة 116-117 من قانون التنظيمي 111-14 من تاريخ الجهاز المدة السابعة من رسوم رقم 216-299. ضباط سلا القنيطرة اليوم يعقد الدورة ديالو ديال شهر مارس، جدول أعمال فيها مجموعة من النقاط اللي كتهم مجموعة ديال الاتفاقيات اللي كتخص القطاع ديال الشباب، القطاع ديال المرأة في إطار سياسة النوع. كاين واحد البرنامج مهم غادي المجلس غادي نكب عليه اليوم، هو البرنامج الخاص بباس جون اللي غادي يجعل مثلا الشباب في المحور ديال رباط صلة تماغة انه يستفد من تذكرة بأثمان اللي هي مهمة 30% ناقصة على التذكرة العادية. وكذلك كاين مجموعة من الاتفاقيات اللي كتخص القطاع ديال البنية التحتية، كذلك بالنسبة للقطاع ديال في إطار فك العزلة، كذلك هناك مجموعة من المؤشرات اللي كنلاحظوا كاينة على مجموعة من الأقاليم اللي هي مثلا الخميسات إلى قاسم سيدي سليمان، اللي حاولنا نخزو لهم ميزانية مهمة في إطار برامج متعددة اللي هي أفقية اللي غادي تجعل أنه هذه المناطق نهضوا بها ونفعوا من المؤشرات ديالها الاقتصادية. فيما يخص الاستثمار كذلك مجموعة من النقاط باش نخلقوا فرص الشغل، حاولنا أنه في إطار اتفاقية مع التشغيل وزارة التشغيل أننا نبرمجوا مجموعة من البرامج باش تأطير الشباب وتأهيلهم من أجل ولوج سوق العمل. طبعا جدول الأعمال الضخم والمتنوع الذي يضم أزيد من 34 نقطة اليوم في هذه الدورة ويترجم بالأساس حصيلات المجلس، الحصيلة متميزة، حصيلة تهم مجموعة ديال القطاعات تعلق الأمر بالقطاع الاجتماعي، قطاع البنية التحتية، قطاع الثقافة والقطاع الاجتماعي. طبعا هناك مجموعة الاتفاقيات التي تهم مجموعة المجالات. طبعا اليوم المجلس استطاع أن يضع واحد التصور واحد الخريطة فيما يخص المجال الثقافي، برامج قوية اللي مساهمة فيها الجهة تخص بالأساس محاربة الفوارق المجالية، الحضور في الجانب الثقافي كما قلت، الحضور في الجانب الشباب. اليوم لنا نفخر بأن الجهة رباط صلة القنيطرة هي أول المساهمين في برنامج باس جون، هذا البرنامج الذي يسعى إلى التمكين الشباب في مجموعة المجالات تتعلق الأمر بالنقل، بالولوج إلى المصاريح، إلى الملاعب الرياضية. هذا البرنامج لا يخلي واحد الأثر إيجابي عند هذه الفئة العريضة، هي فئة الشباب. طبعا اليوم الجهة هي قاطرة ديال أو واحد قطب راحة ديال التنمية. اليوم نناقش بهدوء، نناقش برزانة، ونناقش بنفس تشاركي قوي يحضر فيه نفس تشاركي كما قلت، تحضر فيه مصلحة الجهة، مصلحة ساكنة الجهة، وتغيب فيه بعض الحساسيات السياسية. في لحيد الجهة سويت موافقون إجمع 49 موافقون 0 معارضة